قدمت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء مقترحات تنص على معاقبة الكيانات والأشخاص الخاضعين لعقوبات ضمن آلية جديدة تضمن بندًا يندرج ضمن إطار العقوبات بشكل عام، وهو يتعلق بعقوبة أخرى تحت مسمى خرق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي وتضمينها قائمة الجرائم الجنائية في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم ذلك عبر تعزيز استجابة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم، وحسب بيان للمفوضية الأوروبية نشر يوم أمس. وفي وقت سابق دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى مصادرة أصول الروس الخاضعين للعقوبات بهدف استخدامها بعد تجميدها لإصلاح الأضرار التي سببتها روسيا بسبب الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا. وتهدف المقترحات المقدمة إلى ضمان إمكانية مصادرة أصول الأشخاص والكيانات الذين ينتهكون الإجراءات التقييدية بشكل فعال في المستقبل، ويتم ذلك من خلال وضع معيار أساسي مشترك للجرائم الجنائية والعقوبات. كما تهدف القواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي إلى تسهيل عمليات التحقيق في انتهاكات التدابير التقييدية في جميع الدول الأعضاء ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.